بنعدي على ألبينا. هي مش BMW، هي ألبينا، هي عبارة عن شركة تعديل العربيات. ألبينا تعتبر من الشركات اللي بتعدل العربيات BMW بالذات بنوع من أنواع التحفظ أو الوقار. يعني العربية في الآخر ما بتبقاش هي رياضية، هي معدلة، بيدوا طبعا بيعدلوا المحرك، بيكون أقوى وأكتر تسارع وي. بس زي ما احنا شايفين المنظر عبارة عن منظر محافظ، يعني العربية مش أجريسيف، مش هجومية، مش تحس أنها يعني بتحس أنها هادية راسية كده للكبار، يعني عربية كباري كده شوية. هي دي ألبينا، هي عبارة عن شركة تعديل. دي ألبينا B6 زي ما احنا شايفين العربية معدلة، فيها ديفيوزر، فيها الاكزوست بتاعها كبير جدا، فتحات العدم فظيعة كبيرة. الجنط هنا بقى بيبان ان هو محافظ كتير. الخطوط الجانبية الخضرة دي موجودة، هي زي تقليد من زمان. هوريكم العربية القديمة اللي هي مستوحاة منها، هي عربية اسمها Edition 50. العربية القديمة اهي ورا، هي فيها 7 الكوبيه زي ما احنا شايفين. اللاينز ماشي عليه برضه نفس الكلام، نفس اللون تقريبا. بس كفرات 255 35 20، واللي ورا 255 بدل الايه، بدل 235. بس كده.